حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا ابا بكر يصلي بالناس. قالت عائشه: قلت ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس، فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.